لي من مؤشرات أولية توحي باحتمال عودة ربما لطهران وواشنطن إلى الحوار بشأن الاتفاق النووي، كيف سيترجم ذلك وفعليا ما هي جدية هذه المؤشرات باحتمال هذا التقارب الإيراني الأمريكي حول الاتفاق النووي؟ في للخبر بقية. أهلا بكم. في ظل الزخم الدولي الساعي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وجهود الوساطة الأوروبية لجلوس واشنطن وطهران على طاولة الحوار من جديد، تنظر إسرائيل بريبة وحذر شديدين لكل تلك الخطوات. التوجه المعلن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينحو لمعارضة عودة واشنطن للاتفاق النووي بدعوى غموض أغراض برنامج إيران النووي والتهديد الذي تمثله للإقليم. لكن في المقابل ترتفع أصوات في إسرائيل تدعو لعدم التشدد إزاء إحياء الاتفاق والتفاوض على توسيعه ليضمن الشروط الإسرائيلية أيضا. نتساءل في هذه الحلقة عن فرص انخراط طهران وواشنطن في حوار من نوع 5+1، وعن الموقف الإسرائيلي من العودة للاتفاق النووي وتأثير ذلك على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. بترحيب وتحذير في آن تقابل طهران سعي واشنطن للعودة للاتفاق النووي. الخطوات الأمريكية يقول الإيرانيون بقياس حسن النوايا مقبولة، أما بقياس الأحجام فتبدو غير كافية. ما زال على طاولة الاتفاق عرض أوروبي للتفاوض لا تقبله إيران إلى الآن، لكنها لا ترفضه أيضا. هكذا رغم كل التصعيد، أكثر من مؤشر يدفع كثيرون دال أن طريق العودة للاتفاق النووي قد انطلقت. لكن هنا في تل أبيب يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقطع على ذاك الاتفاق الطريق. هو الموقف نفسه لم يتغير منذ 6 سنوات، ظل التوجس السلوك اللصيق بموقف الإسرائيليين من طموح إيران النووي. نبذ لإدارة أوباما حينها منجزاً أسر نتنياهو أنه تهديد لأمن إسرائيل. كانت كلفة الرفض في تلك الأيام مكلفة، الجفاء مع الرئيس أوباما وتوتر العلاقة مع واشنطن. في إسرائيل الآن يستقر يقين أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن برنامج إيران النووي قد يكون قد تقدم كثيرا إلى الأمام. الآن بأي مقاربة ستدبر تل أبيب ما تراه أزمة الاتفاق النووي؟ من وحي تصريحات الساسة هنا يبدو أنه تتنازعهم رؤيتان، التصلب أو النزوع للاعتدال. بنيامين نتنياهو في مقدمة المتشددين، في تقديره لا جدوى أصلا من الاتفاق. لا ينظر نتنياهو لبرنامج طهران النووي من زاوية الضبط، بل من باب تجريد إيران من كل قدراتها النووية. قد لا يكون الخيار المتاح إذن إلا المواجهة العسكرية، المواجهة التي لا تقلق الأوروبيين وحدهم بل بعضا من المعتدلين في إسرائيل، وقد تخاطر بالصلات مع واشنطن. على تل أبيب إذن أن تتدارك أخطاء الماضي، عليها أن تقبل النسخة الأولى من الاتفاق، ولها أن تتفاوض بذكاء على مسودة أخرى يستجاب فيها لمحاذيرها. كانت تلك مضامين رسالة نسبت لمسؤولين في الطاقة الذرية الإسرائيلية وجهت لنتنياهو. تلك ربما يدفع كثيرون أنها لا مخرج مقترح على إسرائيل فقط، بل على بعض الدول القلقة في الإقليم من طموح إيران النووي. ينضم إلينا من طهران سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن لورنس كورب الباحث في مركز التقدم الأمريكي، ومن غزة سيد صالح النعامي الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد كورب. من الإشارات التي أرسلتها واشنطن في نظر كثيرين هي إشارات إيجابية أرسلتها إلى طهران، لماذا تحرص واشنطن على إغداق كل هذه المؤشرات الإيجابية في وقت تبدو فيه طهران لا تزال متمسكة بالموقف المتشدد؟ Well,
نعم، أعتقد بأن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعملون في إدارة الرئيس بايدن الذين كانوا جزءا من مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015. في ذلك الوقت كان بايدن نائبا للرئيس وقد دعم ذلك الاتفاق، وكان لديه جون كيري في الوزارة وروبرت مالي الذي دعم تماما خيار المضي مع إيران. وأعتقد أن الرئيس بايدن يظن بأن علينا أن ننجز هذا الملف من أجل العمل على ملفات أخرى في أنحاء العالم. هل يعني هناك قناعة بالإضافة إلى ما ذكرت بأن بعد فشل المساعي أو الأسلوب العسكري أو الضغط العسكري والضغط الاقتصادي ربما يجدر اتباع الأسلوب الدبلوماسي يعني محاولة أخيرة؟ نعم، أعتقد ذلك، لأن ما دعته إدارة ترامب بحملة الضغوط القصوى ربما لم تحمل إيران على تغيير موقفها وذهبت نحو تصعيد رفع مستويات التخصيب إلى مستويات أعلى، وبالتالي إمكان امتلاكها لأسلحة نووية جديدة. وكما تعلمون هنالك انتخابات مقبلة في جون في إيران، وبالتالي تحاول إدارة بايدن تقديم موقف مساعد في إيران يقول بأن بإمكاننا العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال المزيد من الإيجابية. سأعود إلى هذه النقطة، ويعني دور أو تأثير مجريات الانتخابات الرئاسية في إيران. سيد أفقهي، يعني مقابل الإشارات أو بوادر حسنية إن صح التعبير من قبل واشنطن، طهران لم تقدم أي شيء. على العكس، اليوم يعني نفذت تهديدها بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم الضيوف والمشاهدين الأعزاء. في مطلع الحديث يجب أن نسأل ماذا قدمت أمريكا وماذا قدم الأوروبيون أولا، سوى تسجيل المواقف والتصفيق لإيران من أنها التزمت بعد خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق. التزمت إيران بهذا الاتفاق وطبقت كل ما وقعت عليه على الأرض، وتضررت كثيرا خصوصا بعد العقوبات التي فرضها ترامب على إيران، وما زال السيد جو بايدن يحتفظ بهذه العقوبات. يعني نحن ما زلنا نقدم خسائر تلو الخسائر، ولم نسمع سوى الوعود والدعوات إلى طاولة الحوار بدون أن هم يقدموا شيء، في حين أنه هم الذين خرجوا، هم الذين مزقوا الاتفاق، هم الذين فرض العقوبات وتضرر الاقتصاد. طيب، ولكن أيضا من جانبها إيران ردت على ذلك. الآن نتحدث سيد أفقهي، يعني إيران أيضا ردت بطرقها على هذا الانسحاب وقت ترامب. الآن هناك إشارات يرسلها بايدن، أنت تقول يعني لا شيء من واشنطن، حينما يعني يعطي أو يوعظ لمجلس الأمن باعتبار أن العقوبات هذه هي بمثابة المرفوعة، ولو يعني ليس فعليا بعد، حينما يقول هناك استعداد للانخراط في حوار 5+1، أو حتى حينما نجد من كوريا الشمالية محاولات لرفع التجميد على يعني التمويل أو مصادر التمويل، يعني يكفي كل هذه المؤشرات لتبدي بدورها طهران شيء غير التمسك بموقفها بعدم التراجع عن إما رفع العقوبات للعودة للحوار أو لا شيء؟ إن حضرتك تقولين رفع العقوبات، يعني ما زال هو يعاقبني، فكيف هذا بلا طاولة الحوار وهو ما زال يعاقبني؟ خليه يرفع العصا، يرفع العقوبات وثم نتفاهم. وما تقوم به إيران هذا مدرج، هم وقعوا عليه في الاتفاق النووي المادة 26 والمادة 36، من أنه إذا خرق أي طرف من أطراف 5+1 هذا الاتفاق الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة وبحضور وكالة الطاقة الذرية التي شهدت أكثر من 15 مرة إن أن إيران لم تخرق الاتفاق، إيران ملتزمة، ولكن عندما نفد صبر إيران وبدأت العقوبات تزداد يوما بعد يوم
وبدأ حتى الآن يلوح السيد بلينكين أنه كل خيارات مطروحة على الطاولة. أين أذهب أنا وماذا أقول لهم عندما هم ما زالوا يعاقبونني؟ فليرفعوا العصا ويصبح لكل حادث حديث. طيب. هذه التلويحات وهذه الإشارات لا تسمن ولا تغني من جوع ست نجلاء. ولكن سيد أفقهي أيضا هناك من يقول بأن إيران يعني لوحت أيضا بأوراقها مقابل هذا الكلام من قبل بلينكين، كان سبق لها وحركت أوراقها، هناك من يقول حركتها في اليمن، وهناك استعداد لتحريك يعني أيضا حركتها في العراق كما يرى مراقبون. لكن سنستكمل النقاش. سيد صالح النعامي أهلا بك معنا من غزة. اليوم يعني نقل الكثير من الكلام بعد أو في إطار قراءة موقف نتنياهو بأن هذا الموقف كان سبقه اجتماع بين نتنياهو ومسؤولين سواء وزير الخارجية أو وزير الدفاع، فيه اتجاه بعدم معارضة إدارة بايدن علنا فيما يتعلق بالتعامل أو التوجه مع إيران. ولكن أتى هذا الموقف، هل هذا يعني يغرد نتنياهو لحساباته أم هو جزء أيضا من إرسال إشارات متناقضة أو متوازية لطهران ولإدارة بايدن على حد سواء؟ أنا في تقدير الرسالة التي خرجت من الاجتماع الذي حضره قيادات الاستخبارات الموساد وقيادات الجيش، هي موجهة بالأساس لإدارة بايدن. صحيح أنه التوصية كانت بعدم يعني تصعيد الأمور بحيث تكون هناك مواجهة علنية على غرار تلك التي نشبت ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس الرئيس أوباما في 2015. ولكن من الواضح أنه ما تطرحه إسرائيل عمليا هو يعني تأبيد الوضع القائم عمليا. ما تطرحه إسرائيل في كل ما يتعلق بالمستقبل الاتفاق النووي مع إيران هو تجميد الوضع القائم، بمعنى أن إسرائيل يعني ترفض بشكل مطلق أي العقوبات على إيران، وأن تكون رفع العقوبات بعد الاستجابة إيران لكل المطالب الإسرائيلية. طبعا المطالب الإسرائيلية التي تطرح هي عمليا يعني 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 تكون معها من المستحيل أن يتم التوصل لاتفاق مع طهران. يعني على سبيل المثال هم لا يكتفون فقط بإدراج موضوع ترسانة الصواريخ البالستية، ترسانة الصواريخ الإيرانية ونفوذ إيران في المنطقة، بل هم يطالبون أولا بعدم تحديد سقف زمني للاتفاق أو القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، صفر تخصيب يورانيوم، وقف مطلق لعمليات البحث والتطوير، عدم إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وحتى عدم السماح لإيران باستيراد أو إنتاج الألياف الكربونية التي تستخدم في 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 انتاج هذه في هذا في هذا في هذه طيب. انتاج هذه الأجهزة. وبالتالي عمليا ما تطرحه إسرائيل، ما يطرحه بنيامين نتنياهو عمليا يعني تأبيد الوضع القائم، وهي مواقف لا يمكن لإيران ان توافق عليها. وبالتالي هم الان يراهنون في المرحله الاولى عدم التصعيد العلني، ولكن واضح انه تشبث. طبعا اسرائيل تاخذ هناك استراتيجيه تقوم بها اسرائيل التلويح. طيب وهنا سيد نعامي لمتابعه هذه النقطه يعني مباشره، نتنياهو او حتى يعني الجو الذي نقل بعد هذا الاجتماع الذي ذكرت، قيل بان يعني فيما لو فعلا بايدن ذهب وإدارته إلى الجلوس إلى طاولة حوار أو يعني حصل هذا التقارب مع طهران فيما يتعلق بالملف النووي، فسيكون هناك يعني عدم انخراط على أقل تقدير من قبل إسرائيل باستراتيجية الأمريكية. ولكن يعني قرأ أو فهم بأن هناك خيارات يمكن أن تتخذها إسرائيل لعرقلة هذا الموضوع أو لاتخاذ يعني خطوات بشكل أحادي. أي نوع من هذه الخطوات يمكن أن تتخذها إسرائيل؟ يعني في الحقيقة أستاذة نجلة هي كانت محاولة وتصوير، وكأن هناك لدى إسرائيل خيارات يمكن أن تلجأ إليها في حال ذهبت إدارة بايدن لوعادة الاتفاق النووي. يعني هم على سبيل المثال كما يعني فهم من تصريح اليوم نتنياهو اليوم أنه يمكن لإسرائيل أن تلجأ للخيار العسكري لوحدها، طبعا واضح تماما انه في هناك اجماع
من قبل المعلقين وحتى جنرالات احتياط في إسرائيل أنه عمليا إذا رجعت الإدارة إدارة بايدن للاتفاق النووي فإنه سيكون من المستحيل على إسرائيل أن تفكر في الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، لأنها إسرائيل يعني تحتاج إلى غطاء أمريكي لاستيعاب ردة الفعل الإيرانية، سيما أنه يعني يتزامن هذه التهديدات التي في تقديرها تهديدات جوفاء في وقت يطالب لأول مرة بنيامين نتنياهو ورئيس أركانه بالتوصل لاتفاق حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، وهو ما فسر إسرائيليا حتى على أنه إشارة ضعف، وبالتالي لا يمكن يعني لإسرائيل التي تطالب يعني بتحالف دفاع مع الولايات المتحدة أن تشذ عن الإدارة الأمريكية وتفكر في استخدام السيارة العسكري، وبالتالي هذه محاولات للضغط على إدارة بايدن. وضحت هذه النقطة سيدنا يعني نعم. سيد كورب، إذا هذا الموقف يعني الذي يبدو أن نتنياهو وإسرائيل عليه، ما مدى مناعة إدارة بايدن أمام ضغط سواء مباشرة من الحكومة الإسرائيلية أو ضغط من اللوبيهات يعني مجموعات الضغط في الولايات المتحدة لتكون يعني إسرائيل إن لم تكن منخرطة في استراتيجية إدارة بايدن على الأقل لا تكون معرقلة لها أو مخربة؟ ما من شك في حقيقة أن الكثير من داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية يعارضون الاتفاق، وهذا هو السبب الذي لم يسمح لمجلس الشيوخ بالمصادقة على الاتفاق. كان لدى أوباما ثلثي الدعم في مجلس الشيوخ، لذلك لم تتحول إلى معاهدة وظلت اتفاقية. لكنني أعتقد بأن الإسرائيليين يرتكبون خطأ كبيرا حينما يكونون علينا كما نذكر قد انخرطنا في محادثات عسكرية مع الاتحاد السوفيتي في بداية الحرب الباردة عام 1972. لم نفترض حينها أن الاتحاد السوفيتي سيتفكك. الرئيس ريغان الذي عمل على اتفاقية منع انتشار الأسلحة في ذلك الوقت في 76 و77 كان التهديد الأكبر في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هو الأسلحة النووية، لأن إسرائيل لديها سلاح نووي وإيران ربما تحصل عليه، وبالتالي ربما يود السعوديون الحصول على سلاح نووي. لذا يتعين البدء على مناولة والتعامل مع قضايا أخرى في المنطقة، ما يحدث في اليمن ولبنان وسوريا. ولكن علينا أولا أن نتوصل إلى حل، لأن هذه المشكلة لا تمثل تهديدا للمنطقة فقط بل للعالم بأسره. سيد أفقهي، يعني قبل أن أسألك أو أن نستقرأ معك مدى جهودية إيران فعلا للجلوس إلى طاولة الحوار، هل ما صدر اليوم من نتنياهو أو الموقف الإسرائيلي عموما يعني تحاول طهران أن تقفز عنه أو تقطع الطريق عليه بالتواصل سواء مع الوكالة الدولية أو مع الاتحاد الأوروبي أو مباشرة يعني أو بشكل غير مباشر مع إدارة بايدن بملاقاتهم في نصف الطريق؟ يعني أولا لا شأن لنا ولا نعير أي أهمية لا من قريب ولا من بعيد بما يصرح به نتنياهو، وهو أصغر من أن يهدد إيران بهجوم عسكري. ولكن تلقت طهران ضربات من الجانب الإسرائيلي في الداخل الإيراني وفي محيط نفوذ إيران الآن في الساحة السورية. إذا تريد أن أتحدث في هذا الموضوع أنا ما عندي مانع، ولكن أنا موضوعنا الآن الخيار الملف النووي ليس القضية الأمنية الإرهابية، ذاك له شأن آخر. سيد نجلاء، أنا مستعد أن أدخل في هذا الموضوع متصلا، لأنك ذكرت سيد أفقهي بأنه يعني لا تخشى إيران ذلك، يعني عمليا هو مرتبط هذا الموضوع. تفضل. أنا أقول هو أصغر من أن يهدد إيران بالهجوم العسكري، هذا لا شأن له بعمليات إرهابية ونحن نعرف كيف نرد عليها. الآن ما نحن فيه هو الآن الملف النووي. كان بالأمس القريب السيد غروسي من طرف وكالة الطاقة الذرية وتحدث وتفاهم مع
المسؤولين هنا في وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من أنه ستمدد مهلة تجميد العمل بالبروتوكول الطوعي لتفتيش الوكالة، هذا سيمدد 3 أشهر استمهالا إذا كانت حقيقة هناك نوايا صادقة لحلحلة هذا الملف عن طريق الأوروبيين، لأن الآن العلاقات والجسور مقطوعة بالكامل بيننا وبين الأمريكيين، لأنها هي خرجت من الاتفاق وتركت طاولة المفاوضات، فلا حوار الآن بيننا وبين الأمريكي. الخيار الوحيد والجسر الوحيد الذي الآن يربطنا هو بالأوروبيين، لأنهم مع أنه لم يعطونا شيئا ولكن ما زالوا يعني على طاولة الحوار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. فأي اقتراح تدرسه إيران إذا كان يضمن لنا رفع العقوبات بالكامل وتوثيق وتصديق إيران لمصداقية أمريكا، ثم من ثم تستطيع إيران أن ترجع على طاولة الحوار. ولكن العقوبات والسيف مسلط الآن، وكما أسلفت يتضرر الاقتصاد الإيراني ويشددون على معيشة الشعب الإيراني، لا يمكن أن تقبله. حسم الشك باليقين سماحة الإمام الخامنئي عندما قال أن التخصيب ربما يرتفع أكثر من 60% بمعنى أنه هذه خياراتنا التي هم منحونا إياها عندما وقعوا على المادتين 26 و36 ولا يحق لهم الآن يعترضوا علينا. إذا كان هناك اعتراض لوكالة الطاقة الذرية عفوا، يجب أن تعترض وكالة الطاقة الذرية على أمريكا، لأن لماذا خرجتي ولماذا مزقتي ولماذا فرضت عقوبات غير قانونية؟ لا تعترض علينا ولا تلومنا لأن هناك مادة. تمام سيد أفقهي، وضحت أن موضوع يعني رفع العقوبات هو شرط سيبقى مطروحا حتى بالنسبة للانخراط في الحوار 5+1، ولكن هل هناك حقيقة مماطلة من قبل طهران في مسألة يعني التشبث بهذا الموقف وانتزاع أكثر ليونة ومرونة من الطرف الآخر إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في إيران، ويعني تتضح الصورة الداخلية أكثر ومن سيحاور إدارة بايدن؟ يعني هذه فرضية ذات طرفين ذات بعدين. ربما الآن الإيراني غير مستعجل لرجوع الأمريكي لطاولة الحوار، وربما كذلك جو بايدن الآن يعرف أنه حكومة السيد روحاني على وشك نهايتها، لم يبقى إلا 3 أو 4 أشهر، فيعرف أنه عندما يذهب السيد روحاني ربما ستأتي حكومة من المعسكر الأصولي. السيد روحاني كان محسوب على المعسكر الإصلاحي، والمعسكر الإصلاحي تماهى كثيرا مع الضغوط الأمريكية وفسح المجال للأوروبيين ولم يخرج من الاتفاق النووي، عسى ولعل أن يرجع الأمريكي لصوابه. فهذه فرضية ذات بعدين، يعني الإيراني يفكر هكذا والأمريكي يفكر بنفس الطريقة. إذن دعني أسمع سيد رأي سيد كورب في هذا الموضوع. سيد كورب، لماذا إدارة بايدن وهي ترى بأن هناك انتخابات في الصيف المقبل، هناك اعتقاد بأنه لن يكون سوى يعني المتشددين هم من سيحكمون في الفترة اللاحقة، إذن لماذا يعطي كل هذا، على ماذا يعول؟ أعتقد أن الرئيس بايدن على دراية تماما بالموقف وكذلك من يحيطون به، وربما يكون هنالك مخرج سياسي من هذا المأزق لا يتم من خلال التهاون مع إيران كثيرا، لأن هنالك أفراد في إدارة بايدن نفسها يعتقدون ويرون في إيران تهديدا كبيرا. ربما كانت هنالك إجراءات من قبيل السماح للإيرانيين بالتنقل أكثر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من مثل الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وإلى مبنى الأمم المتحدة، لكن يعني هذه السياسة من قبل الطرفين هي سياسة ترمي إلى حفظ ماء الوجه، وأيضا ربما يدخل الطرف الأوروبي على الخط من أجل ردم الهوة بين الطرفين، لكن ما نحتاجه فعلا هو طريق سياسية آمنة لإيجاد مخرج من هذا المأزق. سيد صالح النعامي، أيضا في إسرائيل هناك يعني رأي يمثله نتنياهو أو أسلوب
يمثله، وهناك أسلوب آخر بالانضمام أكثر إلى استراتيجية إدارة بايدن. هل المجريات الداخلية توحي بأن ربما حظوظ نتنياهو أيضا تكون أقل، وهناك فرص لمن يكون منسجما في إسرائيل مع إدارة بايدن لاحقا؟ في تقدير الاستطلاعات الرأي على العكس تماما، هي ترجح بفوز التكتل الذي يقوده بنيامين نتنياهو. ثم أن هناك مصلحة لبنيامين نتنياهو، يعني معروف تاريخيا نتنياهو وظف دائما الملف النووي الإيراني كأيضا كجزء من حملته الانتخابية، وسيما في ظل مواجهته محاكم الفساد وكذا، وبالتالي هو معني بتوظيف هذا الأمر أكثر لاعتبارات سياسية داخلية، وهو يتناقض في ذلك مع موقف يتناقض مع الكثيرين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. على سبيل المثال درور شالوم الذي كان قائدا لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، أيضا معظم مراكز التفكير في إسرائيل الرائدة ترى بأنه موقف بنيامين نتنياهو موقف خاطئ، وأنه الأسلوب الأفضل هو التوافق مع إدارة بايدن على خطوط عامة يجب أن تتوفر في الاتفاق النووي القادم مع إيران، سيما بأن هناك من يذكر بنيامين نتنياهو بأنه موازين القوة داخل الولايات المتحدة الأمريكية اختلفت، لم يعد هناك كما كان في عهد أوباما الكونغرس بمجلسيه تحت سيطرة الديمقراطيين. أيضا الدول الأنظمة العربية التي يعني كان يراهن عليها يراهن بنيامين نتنياهو على التنسيق معها في تعزيز موقف إسرائيل أمام الإدارة، هذه الأنظمة باتت منتهمة من قبل الولايات المتحدة من قبل الإدارة الجديدة، وبالتالي ليست لديها طرف التفكير في ممارسة الضغوط على بايدن للتوافق في موضوع النووي الإيراني. أشكرك جزيل الشكر سيد صالح النعامي الباحث المتخصص بشؤون الإسرائيلية من غزة، وأيضا أشكر من طهران سيد هادي سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن شكرا لسيد لورنس كورب الباحث في مركز التقدم الأمريكي. مشاهدينا وصلنا إلى ختام للخبر، بقية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.